طال عمرك انا حلمت فيه عجل ابيض ناصع البياض، كان متجه علي وكان عندي اخوي اللي اصغر مني. شوي جاء العجل ووقف على يساري وناظر فيه، الا شوي المؤخره عنده فتحت وتوسعت يعني بشكل مره كبير، لدرجه اني اناظر فيه واشوف كاني اشوف كذا حليب قاعد ينزل، بس ما ينزل برا، ينزل داخل جوا بنفس المؤخره حقت العجل. شويه طلع منها شخص اسمر كذا، كانه من الافريق كذا، كانه افريقي، وكان اصبع يده مكسور، اصبع يده الصغير، وقاعد يركض وطلع من عندي وتعدى. طبعا كان موجود عندي اخوي، قلت له هذا ان شاء الله لازم نذبحه على اساس يعني ما يعني نذبحه ونتعشى عليه ان شاء الله. أبشرك بشيء أبو فهد، سم أنت كيف وضعك المادية؟ والله انها شوي يعني ها شوي ماشي مكركب. الحال. اي نعم، من ناحية الكركبة عز الله مكركبة. شف، الله أعلى وأعلم، أسأل الله ذلك، راح يفتح لك باب رزق يخرج من حياتك حاسد مؤذي موجود، حاسد راح يخرج من حياتك بإذن الله سبحانه وتعالى، وراح يفتح لك باب رزق، أسأل الله ذلك. اللهم في واحد شاف اللهم رؤيا شبيهة جدا لرؤياك، ولكنه كان العجل أحمر فاتح، فسبحان الله العظيم، وفسر عندي هذا التفسير، قلت له الله أعلى وأعلم، ربما يدخل بيتك أموال لا حصر لها، الآن يزكي ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. انتظر طيب بس انتظر بعد الرزق إذنك قادم بمشيئة الله. نعم تفضل. الله يطول عمرك، بعد إذنك بس فيه شغلة بسيطة. أنا قبل فترة طبعا إحنا كنا مستمرين على رقية البيت كامل، فتفاجأنا كذا إن فيه زي العقد كانت موجودة، حصلناها طبعا بعد فترة، يعني شكلها كان موجود يعني بشكل غريب، أنا تواجدت على الشباك وكانت فيها أربع عقد خيوط كذا مربوطة مع بعضها. فجأة شوية جيتها بس أخذناها وحطيناها في ماء بارد وقعدنا نفكها، مع العلم ان يعني العدد العائلة 4. وجدت أربعة. اي نعم 4 عقد بالضبط. ما ادري انا هل هي متى فكيتوهم؟ تقريبا هذا كلام يمكن تقريبا قرابة ال4 شهور 6 شهور حاجة زي كذا. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللي شفته هذا يركض وطلع مكسور الإصبع، وبعدين قلت بتذبحون العجل، هذا قلت لك أنا إنه في حاسد أو حسدة موجودين، أو أحد آذاكم بأذى، أطلقه الله سبحانه وتعالى كفاكم شره، وراح يفتح لكم باب الرزق، أسأل الله ذلك. اللهم امين. الله يسعدك يا شيخ. حياك الله يا أبو طيب فهد. بس يا شيخ، الخيط هذا يعني هل هو يعني هو وضع يعني كذا ولا هو محد يعني اللي هل بالواقع اللي إيه بالواقع لنا إيه لنا في غرفة النوم؟ يعني شيء غريب يعني، انا استغربت صراحة إيه، بوجوده. دائما دائما اي اشياء غريبه تجدونها في بيوتكم، خاصه الاشياء المعقده المربوطه، اشياء مربوطه بشكل دقيق، يعني مو بعشوائي، احيانا يكون مثلا في الغساله، مثلا غساله الملابس، تكون احيانا تطلع مثلا من القماش اشياء كذا، بعدين تتعقد مع بعضها، تجد تعقيدها عشوائي قوي لكنه عشوائي، لكن الاشياء اللي تجدونها معقده واضح، او فيها مسمار، او فيه شيء من الحديد، او شعر، او داخل عليها اشياء غير مالوفه، او بمكان متوزي، يعني مو باي واحد يحطه بهذا المكان، هذا دليل على انه في احد ربما يكون وضع هذا الامر، خاصه يعني بعض العماله المنزليه، الله يحمينا واياكم. لا بس ما فيها يا شيخ، هي مشكلة انها يعني في غرفة النوم، يعني غرفة النوم ما حد يدخلها، يعني كونك تعرف غرفة النوم يعني استحالة حد يدخلها، ولقيناها موجودة في الشباك يعني من لا يا ابو الداخل. فهد، في ناس يدخلون في الشباك من الداخل، اي نعم. وعشان كذا انا بوصيك الان وبوصي ال 4600، مع ان العدد الان انا متاكد انه فوق ال 10000، جاتني ما رساله شاء الان الله. من جاكو يقولون انه العداد عندهم نوعا ما يعلق فما يعطيك الاعداد الحقيقيه، انا بقول لكم كلمه لوجه الله، غرفه النوم لا حد يدخلها، لا امك ولا ابوك ولا اختك ولا خالتك ولا جدتك ولا اولادك، غرفه النوم خاصه في الزوج والزوجه لا حد يدخلها، اي واحد لا يدخلها، اي احد لا يدخلها، مجرد يجونكم ضيوف قل يا زوجتي قفلي الغرفه وحطي المفتاح بجيبتي، ابدا ما حد يدخلها، مو هو والله شكوك في الناس، لا، من باب الاحتياط افضل، حتى الشغاله اذا نوت تدخل الغرفه تنظف، اذا اللي عنده شغاله منكم تنظف الغرفه، تدخل الزوجه معها واقفه على راسها وكانها حارس مرمى، عيونها 4 حتى تخلص وتطلع، لانه اكثر ما توضع الاعمال السحريه دائما بين الزوج والزوجه في غرفه النوم، تجيك واحده مثلا لا سمح الله، خلينا نقولها بصريح العباره، لا نقعد نخبي ونقعد نضحك على انفسنا، تجيك صحيح. احيانا مثلا اختك وحاقده على زوجتك، تحبك انت لكن حاقد على زوجتك، تبيها تتطلق وبينها وبين خلاف، وقالت والله العظيم لا اسعد طلاقك، احنا ما ندري، هذا ترى يصير يا جماعه الخير، لا نقعد والله العظيم يصير، ما نقعد اتكلم بشكل عام، او عمه او خاله او اخو او جد او اي انسان، لا يدخل غرفه النوم احد الا الزوج والزوجه.
هذا أفضل حال دائما حتى تضمنون أنه ما حد يتعرضكم بسوء لا سمح الله. حتى الخادمة إذا جت تدخل الزوجة معها تدخل الشغل وتطلعها برا مباشرة. والشيء الثاني دائما في غرفة النوم أول ما تفتح بابك تقول بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله يوميا قبل كل ما جيت تدخل غرفتك اذكر هذا الذكر حتى لو في شيء لا سمح الله من الشياطين أو من الإنس يبطل هذا الأمر. أنتم لو تلاحظون يا أبو فهد أكثر ما تحدث الخلافات بين الزوج والزوجة إيش معنى؟ ليش؟ لازم نسأل أنفسنا إيش معنى إنه أنا أروح أخطب البنت هذه وأنا حابها أصلاً وهي حابتني ومستعدين للزواج وفرحانين وتكلفت أنت بفلة أو بشقة أو بدور أو بأي شيء وجبت أثاث وجبت سيارة ويعني اجتهدت على نفسك كلفك 150 200 ألف اللي كلف عشان توصل إلى أنك تأخذ البنت هذه وبعد أسبوع أسبوعين ألا الخلافات يوم دبت بينكم. ليش؟ صحيح. لأنه أكثر ما يدخل بين الزوج والزوجة الشياطين حتى بدون تدخل الإنس. فلذلك لازم الإنسان دائما يكون حريص جدا أول ما يحس إن في خلاف بينه وبين زوجته يركب سيارته ويطلع ويبدأ يذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ قرآن ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج همهم وأن يصرف عني وعن زوجتي شر ما حل بنا. لأن الشياطين ليفرقوا به بين المرء وزوجه يعني من أجمل ما يقدمون عليه الشياطين تفريق الأزواج. ليش؟ أولا تطلق البنت هذه ما لها ذنب. الشيء الثاني إذا بينكم عيال تشردون وتدب الخلافات أحيانا حتى بين الأسر أهل اليتم تدب الخلافات حتى بين الأسر بين الأقارب بين كل شيء بعد خلاف مع الزوج والزوجة. يعني بالعقل إيش معنى الزوجة دائما يصير في خلاف؟ ليش ما يصير في خلاف مع الأخت اللي عايشة معك 20 سنة 30 سنة؟ أنتوا يا مولودين بيوم واحد وما تزوجت أنتوا يا إلا بعد 30 سنة والخلافات بينك وبينها خفيفة جدا خفيفة جدا. ليش؟ لأنه ما هو بحريص جدا الشيطان على التفرقة في الأمور هذه ما يقدر يكون. لكن الزوجة لما تطلق أو يحدث خلاف بين الزوج والزوجة هذا من أبشع ما يحدث مشاكل في الأسر ثم على مستوى حتى البلدان بصفة عامة إذا حدث خلافات. فنحرص يا إخوان غرفة النوم اعتبروها المخبأ السري للزوج والزوجة ما حد يدخلها محرم ذلك عليهم. اقفل غرفتك حط مفتاحك بجيبك صلى الله على الحبيب حتى يرحلون عنكم الضيوف وبعدين افتحوا غرفتكم. الله يعطيك العافيه ابو عبد الله. بس ابو عبد الله انا اقصد ان اثناء الرقيه يعني انا احنا نتاكد دائما بشكل عام بالبيت بس اثناء الرقيه هي شقه جديده هي اثناء الرقيه ترى وجدنا العقد هذه. إيه هذا هذا أثناء. هذا ربما يكون الاثاث جديد جبتوه انتم ولا سكنتوا بشيء مؤثث؟ لا 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 جديد مره يعني ما طيب خلاص خذها خذها وابطلها ولا تفكر بحد اتلفهم وخلاص ولا تفكر بحد. الله يسعدك يطول عمرك الف شكر يا ابو عبد الله. شكرا حياك الله يا ابو فهد اهلا وسهلا. السلام عليكم. يا أخي من زمان عن الريكو والله يا هو لذيذ مع حليب السعودية جربته؟ أي والله أنا من عشاقه صراحة. مع حليب السعودية؟ أي والله يا شيخ لأن الحلا يكسر المرة ويطلع مكس على كيف كيفك. أي والله أنا أشهد. الله يجعل فيه العافية. الله.